بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندمجنا هتوش ويجعل لو شريط هون يحج شريطنا وندمتايوت الحج وأحكامه إلال ويم حجنا دمبت دمبوشو. نعم، እንደተለመደው ያኸዋ እስካሁን ድረስ ወጥ ከተቀርጸው የወጡ ሸሪጦች ወይም ካሴቶች ለመግለጽ ያህል እስቲ እስካሁን ድረስ የወጡ ከመጅልሳችን ማለቴ ነው በዝርዝር ስማቸው እንጠቅሳለሁ። ስለዚህ ያገኛችሁት አልሐምዱሊላህ፣ ያልተገኘ ደግሞ እስቲ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያላችሁ ሁሉም ሸሪጦች ካሴቶች እንድታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ መጀመሪያ አልሐምዱሊላህ أهون بإجي اللو كاسيت يحج كاسيت بزيه كاسيت الحمد لله رب العالمين أمستو يسلمنا مسر سواج بزيه الدم الدمان مالتنو مالتي كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام سنتناتشو ببالو أمستناتشو إن بمجمّر درجة سو للا علم كما كمس النزيه أمست مسر سواج ماوك اللبت አረለም ምክንያቱም በሱ ነው እንግዲህ እሱ እነዚህ አምስት መሰሶች ሲሰራ ነው እስላም የሚባለው። ይሄ ሰውዮ እስላም ነው የሚባለው እነዚህ አምስት አውቆ ሲተረጉማቸው ነው። ምንድናቸው እነሱ? ሸሃደተ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ መሐመድ ረሱልላህ፣ ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ አስሰላ፣ ሶስተኛ አዘካ፣ አራተኛ አስያም፣ አምስተኛ አልሐጅ። ስለዚህ لا إله إلا الله محمد رسول الله من تبالو يتوحيد ويمي عقيدة شريط هذا نبينا وما جاء به يتبالون أرات يكاسيت شريط تزرقتو بإجاتشو ألما لثنو الشي. ولثن يادمو صلوا كما رأيتموني أصلي أميلو يصلاة كاسيتوش أراتنا تشو بأندالبوم السم إن شاء الله بإجاتشو ألما لثنو. كذلك التلو سوستن ياو يأسلي يسلم النار ركن يسلم النار مسوسو الزكاة وأحكامها، يعني يهدمو بخلت شريط زكاتنا دمبوچو يميلو شريطنو. أراتن يادمو الصيام وأحكامه صومنا دمبوچو يميلو كاسيت ولت شريطناچو. سوستن يادمو أهن بيجيال لويه الحج وأحكامه يميلو بالنزيه أمست بتقام تلك تلك مسقانا يدرسو لقول قويتا يهن ودنان تل ما درس يابك أن بتقام الله نامسقنا لهماتنو. كذلك طلو وطو الحياة الزوجية ويم يتدار هوت بسلام بيتسب مبالو أرات شريط وشناتشو. كذلك هلا يمايك أرقزو ويم المصير المحتوم هلت كاسيت وشناتشو. كذلك قطلو هذا عمرنا فمن عمركم أبنتاتشن عمرنو أبنتاتشو سيملو هلت كاسيت ناتشو. كذلك هلا أسئلة وأجوبة يم تكتاتيت إياكي وش مبالو هلت كاسيت ناتشو. كذلك هلا لومة لائم يعني اندايلون يميلوث هلت كاسيت ناتشو. كذا قطلو النجاشي والحبشاء هلت كاسيت ناتشو. كذا قطلو الجنة ونعيمها هلت كاسيت ناتشو. من نزيم كيف تحفظ القرآن اندي ترقى القرآن تحفظ له عند شريط نو عند كاسيت نو. كذا قطلو المعوذتين هلت قلع ذو يميلون هلت كاسيت ناتشو. قطلو العلم فريضة يعني علم فردنو يملو عند كاسيتنو. الأخوة في الإسلام يه ما أسرى سدستن يا شريطنو. الأخوة في الإسلام يا الله وندما ما شنت يميبالو النزيه سلاسة هلت شريط اسكهم درس كمجلسات شنت كارتسو ودنان تيتبتنو مهوناتشون لما استوك فلقالو. الشي انجري كتا ودي ياسكت شريط ودزالك بانا من إلانيه كاسيت الحج وأحكامه حجنا دنبوچو إلال. እሺ፣ ወደ የሐጅ ደንቦቹ ወደ ውስጥ ከመግባቴ በፊት አንዳንድ እንትን እውነቴ ነው ማብራሪያ ልሰጥ እፈልጋለሁ። እሱ ምንድን ነው? አወለን ሐጅ
ወደ ሐጅ ከመሄድህ በፊት ያኸዋ يجب عليك التالي هون የሚከተሉት ነገሮች ማድረግ አለብህ መጀመሪያ አንደኛ التوبة النصوح يعني ጥሩ ተውባ ትልቅ ተውባ ማለት አለብህ ምክንያቱም አንተ ለምን ነው ወደ ሐጅ የምትሄደው ቢባል ተውባ ለማለት ነው እና እስቲ በአገር በቃ ሰውነትን በሙሉ ከወንጀሎች እጥባርገህ ተውባ ብለህ መሄድ አለብህ አሉ። ሁለተኛ انظر الى المال الذي تحج به ሐጅ የምትሄድበት ገንዘብ በደንብ እየው እስቲ ተመልከተው ምንድነው የሐላል ነው የሐራም ነው የሐራም ከሆነ አላህ ይቀበለው አይቀበለው አትልፋ አትድከም ስለዚህ በሐላል ገንዘብ አርገህ ሐጅ ማረግ አለብህ። ሶስተኛ لم مسلاچ እንደዚህ የምለው በሐላል ገንዘብ የምለው لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን እንደዚህ አሉ ምንድነው ያሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حج انك لو قلت لبيك اللهم لبيك كلك اذا حج هده لبيك اللهم لبيك ستل الى يجيب عليك ملك عند ملك انت تسمعون جي بسمع هنا عند يملس لهال من يملسال يقول لا لبيك ولا سعديك لبيك متلو نجر بفيته تطلوال يعني بفيته لا يتقلنوال الله هيك التقبل لهم لمن لا لبيك ولا سعديك نعم ولا سعديك زادك حرام يعني يا متهبت كنزب حرام نو الله دمو نصوح سلهوني نصوح نجر نو مكبلو يلال ይህ ሶስተኛ ነው። አራተኛ ደግሞ ሩድ ልመዛልም አኽዋ ከሐጅ ከመምጣታችሁ በፊት ወደ ሐጅ ከመሄዳችሁ በፊት የዘለማችሁን ሰው ካለ በገንዘቡ መልሰው አይደለም የሰው ገንዘብ በልተህ እንዴት ሐጅ ትሄዳለህ እና ገንዘቡ መልሰው ከሰው ደግሞ ተርቀህ ሂድ يعني ከሰው ከተጣላ ሂድና ሙሳማሐ ስጠኝ አፉ በለም ብለህ ይሄን ነገር በጣም በንጽህና መሄድ አለብህ ይላሉ። ከዛው ሐላ አምስተኛ አስልህ ንያ ያንተንያ ንጹህ ንያ መሆን አለበት። እንዴት? اذا كنت مثلا تحج لانه يقال حج حج እንድትባል ከሆነ حج የምታረገው والله ይሄ ነገር እነሴ ነው ለራስህ ሁሉ አራት ተክቢራ ሰላተ الجናዛ ስገድላት ምክንያቱም የሞተ ንያ ነው ይሄ ነገር። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ወም ደግሞ እንዴት ነው በሳውዲ አረቢያ 15 አመት ኑሮ ሐጅ ሳያደርግ መጥቶ እንዳይሉኝ ብለህ ደግሞ የምታረከው ሆነ ይሄም ራሱ የሞተ ሐጅ ነው። طيب ከዛ በኋላ ሌላ حتى ብዙ አይነት እንትን አለ ልጆቼ ለማየት ነው እንጂ ሐጅማ ምን እግረ መንገዳችን ሐጅ እናረግ የምትለው ከሆነ ደግሞ በጣም ጉድለት ያለው ንያ ነውና ቀጣ ለአላህ ብለህ يعني سملس ذنبين تغفروا وانجلين بمول تبطب بارقو الله سبحانه وتعالى يجنى سو اندي لن إلا هو لثنيا دمو حج هدو بلو سلاز زي الله سبحانه وتعالى تئزازون لما كبر من بله بتقام بلبه نيا مارق اللبه هلو. طيب كذا هلا إذا كان هناك شيء يسد السنيانو إذا كان هناك شيء لا يجعلك تحج ما تحج أنا النقر اللهم كلكله ان الله سبحانه وتعالى بيتن شطه ويم تشجره بتام يتسقي حج ارق علالم يما تتشل كون اتتشلم الله سبحانه وتعالى ايطيقهم نجي مثلا رجل او امراه كبيره انت بتام اروجينه ويم دمو شماغله سونا اتتشلم خلاص كلشلك حج تو حج تهيد. هنا ثانيا مريض بتام بنهنيت يللو تنتلك بشتها اللبه النا يما كساكس بشتها كان لي خلاص الله سبحانه وتعالى ايت ايكهم. طيب لا تستدين دمو تبدرها تهيد الله سبحانه وتعالى تبدرها تشو حج هيد ولا لم. هنا ثانيا دمو اذا كان له دمو واذا عليك دين اذا كان له اذا مجمرا كفل علماء شو ندزي نو ميلو مكناتهم اذا ياله انديت حج تهيد الله ወይም አንድ ነገር አለ ባለ እዳው የኔ ወንድም ምንም አይደለም የኔ እዳ ካለህ በዚህ አዱንያ ስትመለስ ትከፍለኛለህ አሁንማ ሂድና ሐጅ አርግ ካለህ አልহামዱሊላህ ሂድና ሐጅ አርግ ላኪን እሱ አስቀምጠህ ሐጅ አትሂድ ይላሉ። طيب المراه لا تحج بدون محرم ست ብቻዋን አለ ምንም محرم ሄዳ ሐጅ ለማረግ አይበቃላትም ጥሩ አይደለም መጥፎ ነው الله يودوهم هنا غير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمثلاتو عند كان عند وند نو لجهاد في سبيل الله يعني
ወደ ጦርነት ለመሄድ ስሙ አስመዝግቦ ከዛ በኋላ ነብያችን ምናሉት እሱ ምን አለ ሚስቴ ወደ ሐጅ ሄዳለች ምናምን ሲሉ ሰው እንደዚህ ሲል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቴ ለብቻዋ ወደ ሐጅ ሄዳለች አው አለ እንግዲህ ሰረዙት ከዛ ወደ ጦርነት ለመሄድ ተመዝግቦ የነበረው ስሙ ሰረዞ ቶሎ በቃ አንተ ወደ ሚስቴ ሄድ ሚስቱኮ ከ85 ኪሎ ሜትር በላይ ብቻዋን አትሄድም ብሎ በቃ ሰረዙትና ወደ ሚስቱ ሄደ ማለት ነው። طيب ስምንተኛ አልኢስቲጣአ ተሽመል አልማል ወገይሩ እና ይቻላል ወይም ሰውየው ሐጅ ለማድረግ ይችላል ስንል ምን ማለታችን ነው? ያኒ በገንዘብ በጤና በሰላም ሴት ከሆነች ደግሞ ማህረም ካላት ባልዋ ከፈቀደላት እንደዚህ ነው። وليس لها مال مثلا عندي ست محرم አላት ገንዘብ የላትም خلاص حج አልወጀብባትም طيب ገንዘብ አላት ማህረም አላገኘችም خلاص حج አልወጀብባትም ማለት ነው። طيب ባልዋስ አይከፍልላትም ወይ ካልን ወጅብ አይደለም ግዴታ አይደለም እሱ ራስ ወዶ ከከፈለላት ምንም አይደለም ምክንያቱም እሷን የሚመለከት ኢባዳ ነው حج ባልዋ እንዲቀልባትና ባል እንዲሆናት ነው እንጂ حج ለመሄድ አይፈርድበትም እሱ እና ከፈለገ ግን ሊከፍልላት ይችላል ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ واخيرا وهو مهم አሁን የዘጠነኛ ነው እሱ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነው መሰሶ ነው ይሄ ምንድነው እሱ لا تحج على جهل በጀሃል ሐጀት ሂድ የማታውቅ ነገር ሐጅ እኮ ከሰላት በጣም የጠነከረንት ነው ብዙ ህግና ደንብ ያለው ደንቦችን ህጎች ያሉት ስለሆነ አንተ ጃህል ያኒ በማታውቀው ዘዴ አትሂድ መጀመሪያ ዒልም ወሰድ ምንድነው ሐጅ ምንድነው አርካን الحج واجبات الحج سنن الحج مستحبات الحج ሐጅ የሚያፈርስ ምንድነው እዛ ሄደህ ምንድነው የምትለው የሁሉ ህግና ደንቦቹ ካጠናህ ብቻ ወደ حج ሄድ ነው ማለት። طيب ከዛ በኋላ ትንሽ አንድ ምክር ልስጥ ሴት ወደ حج ለመሄድ ስትበገስ ወይም ስትጀምር ለምሳሌ والله የወር አበባ ሊመጣብኝ ነው ብላ የምትጠራጠር ከሆነ አሉ حبوب ለመውሰድ ታብሌት ለመውሰድ ትችላለች ምክንያቱም እዛ መካ ገብታ ጧፍ ለማድረግ አትችልም የደም ከመጣባት ጧፍ ለማድረግ ስለማትችል ከዛ በፊት 3 ቀን ወይ እንትን ታብሌት ወስድና ደሙ ያስቆማል ከዛ በኋላ ደሙ እስከምን ድረስ ይቆማል ጧፍ እስከምታረግ ድረስ ሐጅ እስከምትጨርስ ከዛ በኋላ ራሱ ህቡብ ወይ ታብሌት ስታቋረጥ ደሙ ራሱ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ይቻላል ነው ምለው። طيب ይሄን አሁን እስቲ ወደ ቀጣ ወደ ሐጅ እንግባ። ሐጅ ቦታው ምንድነው በእስልምና ቦታው ሩክን ነው ሐጅ እኮ ፈርድ ብቻ አይደለም ሱና አይደለም ከዛ በላይ ሩክን ምሰሶ ነው የቻልክ ሐጅ ካላደረክ እስልምና ተከክል አይደለም ምክንያቱም ምን ይላል يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنيا ማለት ተገነባ ማለት ተሰራ بني الاسلام على خمس እስልምና እኮ በአምስት ምሰሶ ነው የሚቆመው ብለው አንዱ حج ነው አሉ። طيب و الله سبحانه وتعالى بالقران حج ارغو بلو ازوال يقول سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين يعني ام بي حج لا درغم كاله هي كفر نو بطان تلق انت نو تلق وانجل نو انا لابد حج مهد علبن انا حج بوتاو مندنو بسلمنا كان هو ركن من اركان الاسلام. طيب ምን አይነት ብልጠት አለው ምን አይነት አጅር አለው ምን አይነት በጣም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ይወደዋል ሐጅ ብለን ከጠየቅን يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج شوف يا اخوه ብዙ ሰዎች እኮ የሐጅ فضل የሐጅ ብልጠትና የሐጅ ሀብት አውቀውም እኮ والله በቃ ሐጅ ሄዶ ደክሞ መጣ ከዛ ሐጅ ፉላን ተባለ እንደዚህ አይደለም يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق حج هدو يعني يسيت نغرى منامن كالنكا ويم مطفو سرا كالسرا بقى حج هدو يحج نغروش بتشارغو بخشوع بخضوع الله انفرتو حج روح حج ارغو يتملس يلالو خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لك كناتو هود سيوطا حصانو من وانجلالو ንጹህ ነው አይደለም ልክ እንደሱ ሆነ ይመለሳል የነበረ ትልቅና ትንሽ ወንጀሎች በሙሉ ጥብ አርጎ እርግፍ አርገ ትመለሳለህ ማለት ነው። طيب حديث اخر
يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عمرة كذا الرجال دسوا إسكه لتنيا عمرة ما درجو يالجزي الله سبحانه وتعالى ذنبه لغفر لت إشلال قمتنا نش ذنبشنا شو ولكن الحج اسمه إلى الحج والحج إلى والحج المبرور تروح حج كحجج الله كتقبله ليس له جزاء إلا الجنة كفيا اللوم جنة نو كفياو جنزار لم يكفلو وين دومو جنرال نا كورنيل اللي هون اللهم جنة نو مفهوم حج الله تقبله حج تلكس له هنا على جنة ليلا يمتن يمي هون نجري اللهم جنة نو كفياو إلى له نبياتن طيب من فائدة له حج إيش يهن تنو فضله نو جن تقمع له وي حج بلن بنتيك نعم للحج منافع كثيرة بزو تقمع له الله سبحانه وتعالى بتنش أرجو تكمن دال لو نقرون من إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن ليشهدوا منافع لهم الزهدة شو بزوت كم تجني لهنا بزو نقرتها له إلى الله سبحانه وتعالى طيب من أعظم فوائد الحج تلقوا فائدة ويمتلقوا كم نقروا يحج كم نقر له الثواب بزو أجر إن بزو حسنات إن بزو طرو الله سبحانه وتعالى ذنبه تغفره دمو يعني بزو أجر يزهث من لسانه إيه عندنا هنا الثانية يذكرك بالجمع الأكبر ونثنى إزاس الثيدكو بتلي بعرفات 3 مليون حزب عند عند بتاش يتقرأت الشرق بلاي تنش يتقرأت الشرق دمو بتاش يعني عورهن يمي ستر بيتشا أرقه تقلال لاجيت أجيت اللون نبت أم وبت يمي أمت ألبس بمولو أسكمت وزيروم نقوسوم الرنياوم دهاوم حبتهم بمولو بعد دايمت كرت الزراق وثو بس هاي سر سكا كالزا من يساي هل تزي لهل يا أخيرا قد كنت زهنو بله يا أخيرا كقبر سنوات أمي هونو مرئيت الزات هاي والله مالتنو إيه بتلك تكما اللو إلالو كذب هلا دمو الزاهده ونتنو ميسماه تهتنا ونتنو بليلا بوثال التاقنيوات تجلم مكناتهم سنت قنزبات فته سنت دك مهمته الزا يا الله يا رب نابله هنيا المت اتشاله لبيك يا ربي ستل يمسمه يا الله فكر بتقام تلك نواله طيب كذا هلا اهون قدي ودا حج النقبة حج يمي واجب ببت مانو بلن تأيك حج يمي واجب يمي هون ببت النزي هم يكتلوا سوش ناتشو عنده اسلام هنا لبت كافر حج كذا الرقاء يكبر لثم هنا ثانية عاقل يعني ابدم هون يلبتم يعني شنكلاتو تككلي هون وصو مهون اللبت سوستنيا البلوغ يعني واجب مهون اللبت كاسرا مستأمت بلاي هون ويم أكما أدام يدرس سو مهون اللبت إشي هسانو كنتن حج كادر رجش ترونو لكن يمي واجب اللبت يمو أكما أدام سيدرسنو طيب أراتنيا الحرية نتعى سو مهون اللبت إنجي يسو باريا كونك وين دمو يسوع قال جاي من ذي كونك السوء ما لك أحقانه أنت إسرني أنا حملتنه على استطاعة دمو يمتشل مهنا هي أمسني أنا بجنزب بتأنا بقلبت بمنجد مهد بهلو شاي مهنا لبتنجي ساتتشل حج هد أي بالم طيب النزه أمست لو عندنا لست شروط أش سهونه عند سيت جن عند سد سنيات أمر عليك السو من دونه محرم هون منور اللبت محرم من دونه سيت اللي بتشوات هيدم على وند ويم باتوا ويم بالوا ويم لجوا ويم يعني وندموا ويم دمو يعني يلجوا لج ويم دمو يهتوا لج يوندموا لج اندزي مساسلو أغوثوا اندزي مساسلو ليا قبوات ما يتشلو وندوش عندو يزوات مهيدا اللبت نجي بيتشوانات تهيدم انلالن طيب كذب هلا من عجز عن الحج لمسالي شما قلي هونو اروقي هونو حج لما رقا يتشلم قن قنزب عالو قال او مثلا بطان بالشتاء عالو اما انكساكس بالشتاء قن قنزب عالو يقول العلماء لزيمه أن يقيم عليه أحد ويحج عليه لابد بجنزب وارجو سواء تثو يه
حج አርግልኝ ይሄ አውሮፕላን ነው ይሄ ደሞ አስቤዛ ነው ይሄ ደሞ ላንተ ደሞ ያኔ የደከምክበት እንትን ምናም ብሎ አልሙሂም በገንዘብ حج ማረግ አለበት አሉም طيب لكن يا سويو لسو حج የሚያረግለት አንድ ትልቅ شرط አለው አንድ ነገር ማሟላት አለበት እሱ ምንድነው የራሱ حج አርጎ መሆን አለበት እንጂ حج ያላደረገ ሰው አምጥተ حج አርግልኝ ብትለው علماء ምናሉ حج ለራሱ ነው ይሆናል ان شاء الله بانتنيا بيادرغوم حجو لذا حج يميادرغ سو نو مكنياتهم يراسو حج سلا درغي انغدي انت متمرطو سو يراسو حج يادرغ سو مخون اللبت يلال طيب كذا وهلا مواقيت ميبال الله بحج مواقيت مالت من مالت نو زنبله مكه تغبام انا ميقات يميبال الله يتوسنوا امست بوتاوچ allo ከኢትዮጵያ የሚመጡ አንድ ቦታ ለእዛ ሲደርሱ ኢህራም ያደርጋሉ ከሪያድ የመጣን ለምሳሌ ቀርነል መናዝል የሚባል አለ ያለምለም የሚባል አለ ዙል ሁለይፋ የሚባል አለ እንደዚህ መሰሰሉ ከመካ ትንሽ ራቅ ብሎ የሚገኙ ከተሞች ወይም ገጠሮች ስላሉ እዛ ሲደርስ ትቆምና ንያት አረጋለህ እዛ نعم يا ነገር ማሻገር የለብህም እነዚህ ሚቃት ይባላሉ طيب ከዛ በኋላ ኢህራም ምን ማለት ነው إحرام إحرام سبال تسمال لاتشو الإحرام ليس اللباس يا لبس شو قومانو من لو هلت تنج يتقرطو لبسوش من لبساتشو السؤال اللب إحرام يبالو السؤال دنو لباس الإحرام يا إحرام لبس نو مبالو انجي إحرام هذا إحرام مالت نيا مالت نو من دنو نيا እዛ አሁን ያልኳችሁ የተወሰነ ቦታ አለ መካ ከመግባት በፊት እዛ ገለህን ታጥበህ ወዱ አርገህ ከዛ ኋላ ምን ትላለህ ለበይክ አላሁማ ለበይክ ለበይክ ሐጅን እኔ ለሐጅን ያረጋለሁ ትላለህ ወይም ደግሞ ለዑምራ ንያ ያደርጋለሁ ትላለህ ይህ ነው ኢህራም የሚባለው እንጂ ልብሱ የኢህራም ልብስ ነው የሚባለው طيب طيب ولا ينعقد الاحرام ولا ينعقد الاحرام الا بالنيه فلا يصير محرما بمجرد العزم على الحج خلاص انت كان دور بفيت حج هداله بلهنيا كدرك يها يبقام عند صلاه منا من الله يها يبقام من يوم يبقى اذا بوتا درسه يا بوتا ساتشاغر ساتلف يا يتوسنا بوتا ساتلف اذا قمه جوه بله راسن يسمع يسمع لبيك حاجا تلاله ويم لبيك عمره تلاله ወም ደሞ ለበይከ ዑምራተን ወሐጀን ብለ ራስ በመላስ መናገር አለበት ማን ያኸው ሁላችንና ቃለ ንያ ቦታው ልብ ነው ለምሳሌ ሰላት ስትሰግድ ንወይቱ ሰሊ ፈርድ ሰላተ ዙሁር 4 ረካዓ ምናምን አይባልም ይሄ በጣም ቢድዓ ነው ደሞ የነቢያችን ኺላፍ ነው ይሄ በሁሉ ኢባዳን ተረገው ንያ በልብ ነው የሚሆነው الا في الحج بحج ግን በመላስህ ነው የምትጠቅሰው ናም طيب አሁን እንግዲህ ወደ ሐጅ ቀጥታል ግባና የሐጅ መሰሶችና ዋጅቦች ከመጥቀሰ በፊት ውድ በሐጅ የሚወደዱ ነገር አለ አላህ የሚወዳቸው ነቢያችን የሚወዳቸው ሙስተሐባት ይባላሉ ሙስተሐባት ማለት አሁን የምጠቅሳቸው ነገሮች ከተውክ ሐጁ አይፈርስም ምን ነገር አይነካም ሐጁ አልহামዱሊላህ ሐጁ ተቀባይነት አለው ግን ብዙ አጅር ይጎድልብሃል ስለዚህ አሁን የምጠቅሳቸው ነገሮች ሙስተሐባት አልሐጅ ይባላሉ ያኒ በሐጅ በጣም የተወደዱ ነገሮች ናቸው እነማን ናቸው ለምሳሌ አንድ ጋላህን መታጠብ ወጅብ አይደለም ፈርድ አይደለም ግዴታ አይደለም ግን ከታጠብክ አጅር አለ ثواب አለ አላህ ይወደዋል ሁለተኛ التنظيف باخذ الشعر ابطه بزيه ببتته يالو طغور بدن بارغن لاجته اندتلقاو ايه دمو مستحب نو وعانه البشع يعني دمو بهفرته ببلته يالو طغور بمولو لاجته نصح اندتارغو دمو ايه دمو سنه نو مستحب نو الله يودوال طيب ان يلبس الرجل ازارا ورداء من النجر لملبست تشلاله يالتسفى نجر لكن هلت بهونو نو طرو عندو بلا عندو بتاج سوستنيا دمو نج بهونو متام الله يودوال بمولو حزب نج بلبس نو طرو اهون حج متايت ليلى ملبس يلم تقلالا 3 مليون حج باند بوتا استاو بمولو نج نجر لبسو نو ميهدو اراتنيا ان المراه نعم
أما المرأة فتحرم بما شاءت سيتقن بفلقوا بفلقت يعني بفلقت شو لبس نج أدلم سونتوان بمولو يمشفن يفلقت يمتفلقوا لبس لما لبست تشلالج عندهم بيقنوا لمك أيرم تشلالج السوا طيب كذب هلا لكن ثيابه منالو بتأم زبرك قالن تن سوي مسب وندي مسب نجار مارج اللباتم قالوا طيب كذب هلا يوند لبس ملبس يلباتهم لما سأل حج لمهد بنطلون أرقا سري أرقا منا من جنس أرقا حمدزي هاي أسفل لقمينا قر كذا قطلو تطيب الرجل نعم في بدنه من أحسن الطيب وانت ترو يا قلو كتات أبو هلا وضو أرقو منا من دزي ركعتين اللي كم تسجد يوضو ركعتين نتش حج هذا اللي كم يجين كسجد أبو هلا ترو شتو كالو شتو ما رقو بتأم سنانو لوند مارتنو طيب كذا أبو هلا هنا تكسكوا شو بمولو الله وده شوال وده حج كما قبعت بفيث يهن نقر تارقنا كذا حج تقبال له طيب نية الحج هنا وده نياو النقبع حج ونثنو بدم بكار تكتاتلو تشون كبد دلال يحج دم بوش بدم تكتاتلوني ايش من دينو ملو نية النسوك نسوك مالت يحج سوست كرتس وشالو النزينا تشو نسوك يمبالو إذا فرغ مريد الحج من غسله وتنظيفه ولبس ثياب الإحرام سويون قد يهون تات أبي وضوء درقه كذاو خلا ببثو ياله بانتنو ياله تقرب مولو لاج أو يا راسو قناه لاج أو راسو الزانو من لاج يهن نقر كتأدابو خلا وتجرد الذكر من المخيط لبس منم نقر يتسفى لبس تقلال لك سونتو رقف فارقو ياتشه لتقراج يتقراج أشو لبس كلبسو خلا إلال يدخل الآن في النسوك أهم من دفل لقن يا عادر قال من دينو متفلقو حجنو عمرانو ويس حجنا عمرانو أهن يا ترقال له ويستحب التلفظ به بملاسه شوه بله بتلو بتقام ترونو طيب فيقول لبيك حاجا كالك خلاص أهن ودا حج قبتها المالتنو ويمدو كفلك اللهم لبيك حاجا تلاله جيتها ودا حج قبتشاله تلاله وعند إرادته عمره يقول عمره كونس لبيك عمرة تلاله ويمدمو اللهم لبيك عمرة تلاله مكاثو عندن بزوسو شالو عمرة ميارقو أو كاد سابا يهدو كحج ليلة كحج وقت ليلة نو لمسالي بليلة وروش ماليتينو حج لبتشانو عمرة لبتشانو إشي وليس هناك ما يسمى ركعتين هنا ترك عمي السجد حج نب يلم كفلك سجد يوضو مسجد نو ويوم دمو مسجد كقبه هي مسجد تحية المسجد نو اندي انجي انتن يلم يحج ركعتين يمبال يلم اشي اهون من اين تناتشو حج يا اخوانا حج سبال سوست اين تكرس يالو نو اولا التمتع تمتع يمبال اند دمبالي تمتع يميلو حج لما ركفلك اندم يكتلو نو وهو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ويتحلل من إحرامه ثم يحرم بالحج نزيك ألاتنا شو تمتع مالت مجمرة لعمرة بله تقبال له ودى مكة عمرة بتقواف بكعبة تقواف سبات تقواف كادر ركبو هلا اندقنا بصفا والمروة سبات شو ترقال له بقري مهدين إزاز تهدو تاقال له سبات شو تكسفا ودى مروة كمروة يوسفا سبات شو ترقال له كذا بحالة تقرهن تساطرال له ويمتلاج له يه عمره يبالال إن كذا بحالة عمره كادر ركب بحالة سونته بمولو تاطبه اندازي انتنو يعني يلبس كون هلت نجوش لبس نجوش أو تغته يفلقون لبس تلبسال له تحللتن لاله تحللت مالت حرام ينبرا ونقر أهن حلال هنوالنا تقلال لبس لبس تشلال له مبلاثم متطاثم مستهم كمستقام مقنانيت بمولو لما ركت تشلال له مالتنو كذب هلا سمنتن ياك أنسيمت
ለበይከ ሐጅን ደሞ ትላለህ እዛ ባለህበት ቦታና ለበይከ ሐጅን ብለ ወደ ሐጅ ትገባለህ ይሄ ምን ይባላል ተመተዕ ምን ማለት ተመተዕ ተመተዕ ማለት ዑምራ አድርገህ ተተመተዕ ዑምራ ካደረክ በኋላ ተሳርፋለህ ልብስን ለብሰህ እንደ ማንኛውም ተራ ሰው ተሆነና ስምንተኛ ቀን የዝል ሐጅ የሐጅ ወር ስምንተኛ ቀን ሲሆን ወደ ሐጅ ትገባለህ ማለት ነው هذا يسمى تمتع طيب وكذا بحالا ويقول في تلبيته لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج جيتاي عمرة لا درقني عمرة درقي اندقنا لبسين لبشي اصرف الله هو لتصوستك اندزي كذا بحالا ወደ ሐጅ ደሞ እገባለሁ ያኒ ዑምራና ሐጅ ሁለቱም አድርጋለሁ ግን በሐጅና በዑምራ መሐከል አሳርፋለሁ ልብሴን ለብሳለሁ የነበረውን ነገር በሙሉ حرام ይሆነው حلال ይሆነኛል ተመتع ይባላል طيب والمتمتع اذا وصل الى مكه يمتمتع ميبالو سو مكه كدرسالو የዑምራን ነገር ያደርጋል ምንድነው እሱ ጧዋፍና ሳዒ ከዛ በኋላ ጸጉሩን ደሞ ያሳጥራል ወይ ምላጫል ثم يحل كذا هلا بقى لبسون يا ولقال يفلقوا اللبس يلبسال مالتنا ويلبسوا ثيابه فإذا جاء اليوم الثامن سمتن يكن سمتا من ذي الحجة أحرم بالحج ثم عمل أعمال الحج أهون دقنا حج بلو لبيك حج لنا كذا حج سراوش دمو يسرى المالتنا ويجب عليه الهدي يتمتع مبالو حج حج سيجرس ويم عيد سيهون عند بغ مارد اللبت مكنياتهم متمتع سلوهوني عند بغ ليارد انديارد ياسفل لغال واجب نو نلالن اشي ايه عندن يأينت حج نو هلتن يأينت حج اللي الافراد يبالال افراد مارد مارد نو لبتشاون حج عمراء للو يعني حج بتشانو مفلقو كالك دومو خلاص من تلاله لبيك حاجا تلاله ويم دومو اللهم لبيك حاجا تلاله يعني مفلقو عمران حاجة دلم حج بيتشانو مارقو تلاله والمفرد كتا قفتو يحج قداش نو ميارقو يعني كعبة ودا كعبة ودا مكة سيقبا يحج دنبوش بيتشانو ميسارا يو عمران اقر اي ملكتو مالتنو كذب هلا حج كجرس بحالا يمتارد بق اي وجب بتم تملكتون قدي تمتع يمبالو عمران حج يدرقه بق مارد اللبت لا الله كذو هلا افراد ويم حج بيتش يدرقه قل بق اندياد واجب اللم اسفل لقو مالتنو اشي سوستن يعنى مجرشو القران يبالا القران مالت حجنا عمر بان دارقه يعني مجمر بعمرة تجمرنا ودا حج كتا تقبال له طيب ايه قران يبالال قران مالت هلتو ماسر مالتنو عمرنا حج هلتو ماسره اند اند عبادة مكتل طيب ايه افراد ايه انتنو قراننا تمتع بمن اللي يالو متمتع اهون سننا قريك وينو عمرنا حجنو قران دمو عمرنا حجنو ليونتاتشو مندنو بنل ليونتنك ليونتالاتشو ان تلكو لينث مندنو تمتع يالنو نغر عمره كچرسك بهالا لبسون اولقه اند تراسو تهوناله تبلاله تتطاله يعني كميستغا تگنانياله لمثال صغرهن لملاچتن يتشالال طيب يعني شتو لمارغ يتشالال يتسفى لبس لملبس يتشالال تقنالله بقى كله نغر حلال يهونو مارغ يتشالال قارن بن ايتشالم المقرن يعني قران ياله جن كعمره جمرو حجس كميچرس درس چرسو منم نغر لمارغ ايتشلم مكناتهم جنا بحج نغالو بحج وستنو يالو نلالن يهنو تلقو لينات سلازي يقول القران ان يحرم بالحج والعمره من الال لبيك عمره وحجا لبيك عمره وحجا عمرنا حج هلتم باند غار اندارغو نيادر قالو تلاله بتمتع دندزي حد لم يالكو من دينو يالكو يا ربي لبيك عمره متمتعا بها الى الحج يعني عمرك هدرك بها
يعني نص عوض الله نص هون الله هنا كذا عندنا لحج نيادر قال له تلا بزي قران قلنا دزي هذا لهم عند جزء بعمره كجبة على عرفتنا على منم نجر حلال مهون له نجر يلهم حج كم تجرس درس نعم. والقارن يا أخوة يستمر في إحرامه إلى أن ينهي أعمال الحج ويلزمه هدي دمو لك إن تمتع بق تردال له يالنو قارن دمو بق يردال مكناثم هلث عمرنا حج باند لا يسلا درقي إن لالن. طيب الفرق بين النسك الثلاثة أهون يالنو سوست أينثي حج دمبوش ومحج كرسوش لينثاتشو من دنو إلال لنتاجه نعم عند التمتع والقران عمرة وحج أما الإفراد حج فقط تمتعنا قران حجنا عمرانه لكن إفراد من حج بتشانه إيه عند لينتنه هنا ثانية لينتاجه التمتع والقران يجب فيهما هدي تمتعنا قران بق مارد اللبه إفراد جن الحج بله إني أكدرك جن بق أي تردم سوستنيا التمتع يلزم فيه طوافان تمتع على الرجسو هلت طواف يسفل لجوال لمن عند طواف يا عمرانو هلت تنيا طواف دمو بعيد من يارجو دمو لحجنو إفراد أنت قران جني اللوم قرانكو عندنو هلتهم عند عند عبادة رجو عند طوافنا عند سعينو ميارج الله شون هلتهم. طيب إذن والطواف الثاني والسعي بعده للحج أما القران والإفراد طواف مسنون نعم طواف انتنو قران جن عند سيجبا عند طواف عليه طواف القدوم بلال يعني لكعبة عند سلام تامستثنو عند طواف ترقال له عند طواف مالتي سبات انتن سبات الزوريات تهدننا يه يعني عند تحية المسجد مالتنو يه طواف القدوم بلال كذا كتنو يعني سعي ترقال له يه سعي حجنو عندنا ودمنا تهد الناس من تنياك أن زتنا نياك أن دمو دعرفات هدا له أسر نياك أن عيد دمو متى عندنا طواف يحج طواف ترجع له مالتنو انقدي يبلت كنزي صوست من دنو بلو علماء بزوي تكره كربت نجر تمتعنو يبلت إلى له لكن أنت من متشه لما رجت تشل له هلم تككلنو هلم تككلنو تمتعم إفراد قران يمي بلو بمونت الله مكبلات شو النبي أشني إذا نجعوت هلت صوست أين تحجنو هلم تككلنو جن يبلت تمتعنو ألو. طيب كذب هلا التلبية لبيك اللهم لبيك من مالثنو قال مجملة من دونه منلو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من مالثنو حينقر يا أخوة علماء من ألوس لذي سنقروا لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة يعني يقول إني منا الكن ينتقيتاي ودى مكة ودى كعبة نابل سنة الرهن مت إتشال له بله سلام تامستثنو قم بس مالثنو لالله انكبر بله يعني مت إتشال له يقول له قيتاي أنتن دود تود اللي مت أهو بله يعني ترياك بري مت أهو مالثنو لبيك اللهم لبيك. وقد تضمنت التلبية دمو إيهتشن لبيك يا متبالو بزو نغرش يازشنيش قالوا علماء مجملا الشكر مسقانا انديت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد مسقانا يدرسه مالتنو سلزي مجملا مسقانا اللج كذو هلا استجابة لأمره دمو الله نا ود كعبا سله الشبله ممتعت دمو لبيك يمي بالو نقرنو الشمتهو مالت انا يا الله انت ازازا ماكبر دمو بزهد عايقن يال مالتنو. واظهار توحيد دمو توحيد اللو يتهل توحيد لبيك لا شريك لك لبيك انت قيتاي انت بتشهنه لانت بتشانو من نقزاو ليلا قيتاي اللنم ليلا يمنا ملكو نقر يلنم بله دمو توحيد دمو يتوحيد نقر تقلص على ماتنو. طيب كذب هلا يه ترقو من قده هنا لبيك اللهم لبيك ما تتشان له انت انت قيتانه من نقزاو ليلا قيتاي اللم نامس قانا يدرسه تلاله
طيب حكم التلبية إيه لبيك يبالو فرض نو سنة نو من دنو سو لبيك على الكس حجي فرسال وي بلن سنتيك لا سنة نو تلال له نجي هل نسو سلميل دمو بزو أجر سلالو تلال له كالال كيقن حجو أي فرسم سنة نو طيب دمو لبيك ستل دمو كأسب لها يبالم لبيك اللهم لبيك أي بالم شو بله بل لبيك اللهم لبيك سو اسكم يسمع اندزي تلال له مالتنو طيب كذب هلا ولكن المرأة لا تقول مرتفعة الصوت دمس وكفر قاس سيت لبيك أتلميه لو اند بيتشانو كذب هلا ابتداؤها ماشي يجمر لبيك اللهم لبيك يمي جمروا يا أخوة بزا قطر بفيتي الكواتشو كمكة بفيتي اللو ميقات يمي بالو يعني تشاقره كهيدك يعني بق مارد يوجب بهال يعني نيا كالا درك نيا ساتدرك يعني كتما تشاقره كهيدك الدم سلم يوجب به متنقق على به ماثنو سلزي إذا كتما قبته ومزاق قطر قبته قالهن تاتبه لبيك بله نيا كالا درك بهالنا كذا قطلو لبيك جمر الماثنو لبيك اللهم لبيك كذا جمرون يجمرو يبدأ المحرم بالتلبية عقب إحرامه ويكثر منها وهو في طريقه يعني ودمك سيقبا لبيك بلوبك ألي لا مالتي اللبتم لبيك اللهم لبيك يالي ود كعبة ودمك يقبال نعم وتتأكد في مواضع منها دمو يهدي إذا على تنش داقتك أغني يبلت لبيك يلال وين كل قلت كاغني دومو يبلط دومو يابزال معنى لبيك يابز هدال او مثلا صلى مكتوبه بمنجد مقرب ويم زهور ويم عند صلاه تدرسبتنا لمسجد بلو كمكينا وردو صلاه كسجد دومو بزو لبيك دومو يابزال ذا غزي طيب ويم دومو يهدي ليلت درسبت ويم ليلت غزو ليلت جمرو صحي وطا نا بزه لاي بزو لبك يا بزال الو طيب ما شيء نو يميج ارسو يه لبك ميلو نقر يقول يقطع المحرم الحاج التلبية اذا شرع في رمي الجمرة لبك احرام كاد الرقب هالا يعني مكة لمقبات بلو كزامي كاد كتقوازي لبك جمرال يميج ارسو يلبك قداد دمو سدستنيا كان سبعتنيا كان سمتنيا كان زتنيا كان يهدنا أسرنيا عيد كان مالتنا وطوات مجمرا بدنغا ميوراور عند يتنالي رمي الجمرة العقبة ميبالو يمجمرا عيد يا نقر دنغا إذا سبعت دنغا إذا هيدا ست وراور كما وراور بفيت لبيك ميلو إزيها قوارت على مالتنا خلاص ينكا قرأت يلبك بوتا من هنا الله أكبر الله أكبر يمتال سلزي يهن أمس الدست كان لبك ست الكويتة يمجمر يعيد جمرات وين بدنقاي لما ورور ستجمر لبك ملو نقر يا قرأت نابن طيب كذا قتلو أهن بحج يتكلكلو نقرو تشالو أن النزي يتكلكلو نقرو كذا مراك اللبن ይህ ነገር አሁን ተከልክሏል ይያልን ያደረገው ሰው ግን ቅጣት አለበት ምንድናቸው ማዕና محظورات መጀመሪያ ተከለከሉ ማለት ممنوعات محظورات الاحرام يعني بعدما تحرم يمنع تمنع هذه الاشياء አሁን የምጠቅሳቸው ነገሮች ለበይክ ብለ حج ከጀመርክ በኋላ እነዚህ አሁን ያልኳችሁ የምለው ነገር በሙሉ ይከለከላሉ አንድ حلق الشعر يعني ማንኛውም ጠጉር በሰውነት ያለ መላጨቱ ወይም በእጅ ሀርገህ እንደዚህ መበንጠሱ ወይም እንትን ከቦታው ማስለቀቁ ክልክል ነው طيب ከዛው ሐላ ሁለተኛ تقليم الاظافر يا الجن يا طاثن طفر ملقط ወይም መቁረጥ ክልክል ነው ሶስተኛ تغطية الراس وند راسه አይشفنم በማንኛውም ነገር براسو منم اين شرق ادرغم امستنيا هذا لوند بتشانو امستنيا لبس المخيط للذكر لوند دومو يتسفى نجر اند شميز اند سوري منامن يمسل يتسفى نجر اي لبسم طيب كذا بخلا لكن انا نجزي عليه
አንዳንድ ጊዜ ያለ ለምሳሌ ጥላ ያደርጋል ፀሐይ ብርቱት ፀሐይ ስለሆነ ጥላ ጥላ ማለት ከፍተን ጥላ የምናደርገው እሱ ደግሞ እሱ ደህና ነው በራስህ የሚሰፍር ነገር ስላልሆነ ምንም ነገር አይደለም አለውት ከዛ በኋላ አጥይብ ሽቶ ማረግ ክልክል ነው በጣም የተከለከለ ነው ስድስተኛ قاتل السيد البر ماننيوم انسسا مقدل كل كلنو بتلي بتلي يما يقوادو كهنو اتقدلاتشو لكن اذاب كمتا اندي شرعوكو اتقدل سلالة بلا زنبلا اجد ست اوالا لا تقدلو اوالا انا يمي قوادا يمي بالا يمي قدل نقر كمتا الوزيا انسسا اي قدل مزا طيب ويجوز للمحرم قتل كل حيوان اعتدى عليه አንተን ለመግደል የመጣ ማንኛውም እንስሳ ትገለዋለህ ማለት ነው ሰባተኛ ክልክል የሆነው አቅድ ንካህ يعني ንካህ ማሰር አንዲት ልጅ አይሃትና ላገባሽ ብለሽ ካባቱ አንተን አርገ እዛ የሰርግና የገብዣ ወይም ንካህ ማሰር ክልክል ነው ስምንተኛ አልጅማ ከሚስትህ ጋር የስጋ ግንኙነት ማረግ ወይም ደግሞ ጅማ ማረግ ክልክል ነው قطلو انجدي انزي زتنينيا مجارشا المباشرة بما دون الفرج جماع بچاساي هون ودا جماع ويم ودا يسقاق نيات يميا درسو نقرش اندا مسام ويم زنبله كميستقاتش اوتا اللي هندزي كزوها لا يانتن سمتي النسال يهم راسو كل كلنو يه كل كلنو جماع كل كلنو انزي زتنيني نقرش بتقامي تكلكلونا اتشو الان اشي سيتس انديت نو احرامي متارقو بنل المرأة اخوة كالرجل في الاحرام باحرام لك اندو اندنج قن نعم يا اخوة انجدي سيت لك اندو اندنج في باحرام احرام ستا درق مالتينو قن يا احرام لبس ملبسو اندو اندنج قن يا مثل ليو يتسفى نقر يفلقو النقر لملبس تشلالج አንድ ሁለተኛ ደግሞ ራስዋን መሸፈን ትችላለች አለበዚያ ልክ ገላዋን ትታጠባለች ኢህራም ታረጋለች ልክ እንደ ወንድ ነች ማለት ነው ሴት ያኸዋ ላ ተንተቅብ يعني ንቃብ የሚባል አለ ብርጓዕ የሚሉት ፊትዋን ሸፍና አይኗ የምታየው ይህ ነገር አታረግም ሴት በሐጅ ሁለተኛ ቁፋዛ የእጅ ቁፋዛ የእጅ ልብስ አትለብስም ሶስተኛ ደግሞ ፊትዋ አትሸፍንም በጠዋፍ ጊዜ ፊትዋ አትሸፍንም ላኪን ወንዶች ካሉ ግን ትሸፍናለች አሉ ለምን መሰላችሁ ሰተና አኢሻ የነቢያችን ሚስት ምን ትላለች ከነቢያችን ጋር ሐጅ ስናደርግ አለች ወንዶች ሲመጡ የፊታችን መሸፈኛ እናወርደው ነበር يعني ፊታችን እንሸፍን ነበር ወንዶች ከሌሉ ግን ፊታችን እንከፍት ነበር ምክንያቱም ነቢያችን ፊታቹ ክፈቱ ስላሉን ወንዶች ሲመጡ እንሸፍነው ነበር አሉ አሁን ግን 2 ሚሊዮን ወንድ ነው ያለ እዛ ጧፍ ላይ በስተግራ በስተቀኝ በፊት በስተጀርባሽ በሙሉ ወንዶች ስለሆኑ ጠቅላላ ፊትዋ መሸፈን አለባት ናም طيب اهون انقدي كذا قطر ميقات يميبالو كمكة بفيتيالو كذا تنستن ودى مكة قبتنال اهون كعبة ودى كعبة سنقبة من دنو من دلو طيب اذا دخل المسجد قال بمجمريا يمكة مسجد سنقبة باك اني اقرات سنقبة لن كذا هلا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك بله تقبل له هلتنيا كعبه كدرسك لبيك اللهم لبيك مثلو ينبره تقرطواله لمن تقرطواله يعني طواف اسكمتادرك درس طوافنا سعي يا عمره نغر اسكمتشرس درس لبيك ما اللهم لبيك يقرطال طيب من ترغاله يا طوافن سرا سلميمطا بسو بتشا تسراله معناته نو اشي اهون انجدي انت አሁን አንድ ነገር ልንገር ዑምራ ብቻ የምታረክ ከሆነ ያን ለምሳሌ በ11 ወር በማንኛውም ጊዜ ሄደ ወደ መካ ለዑምራ ብለህ ከሄድክና ዑምራ ብቻ የምታረክ ከሆነ አሁን የምልህ ነገር ተከትለህ ዑምራ ታረጋለህ ወይም ደግሞ በሐጅ ሙተመተዕ ከሆንክ ሙተመተዕ ማለት ገብቷቸዋል ኢንሻአላህ መጀመሪያ ዑምራ ታረጋለህ ከዛ በኋላ ቀጥታ ከሁለት ቀን በኋላ ደግሞ ሐጅ ትላለህ ማለት ነው አሁን ዑምራ እንዴት እንደሚደረገው ላሳየህ أولاً
مجمّر يا كعبة كجبن بهلا طواف النرجالن يبدأوا من الحجر الأسود حجر الأسود يمبلو تكرودن جاي بس تجره أرجه كذات جمرة له مالتنو الزاس التاي والله أرون قادم برتاله يهنو بلو يمي ملكت كلما وصل الحجر قبله كتشاله يعني عند شوط أرجه عند زري أرجه ود حجر ست متاع تسمو والله يعني كتشاله كشالك دنجاين تسمو الله كالشالك دمو بمادون دزي سلام بله بإجه إجه تسمى الله إجه مسام كالشالك بقاب إجه دزي عمل كته سلام بتشاتلو الله مالتنو كذا وهلا يسن في طواف العمرة أن يرمل أن طواف ستادرق يرملو في الأشواط الثلاثة صوست زوريا اسكم التارق درس بزي صوست زوريا تولو بله هرولا إيادرق إيارات كتهيلا لمالتنو يعني صوت زوريا يرد كتنش فتن 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 يالك صوت زوريا ترى قال له يهرم اللي بالال طيب والرمل هو إسراع المشي ويسن أن يطبع في طوافه أيضا دمو بعمرة بزي عمرة دمو وند قدي يه تلو تلو فتن فتن بلا تهدا له يالكو لوند بتشانو سيتن دزيها ترقم هلا تنيا دمو وند يا بلا يتكمت أو شرق يلبسو سونتهم بامول شفنو جن كأن إجو ياوت أو علماتنو كأن إجو وده وده وش ياوت أو كأن ثكشاو راق أطي هنال كذا هلا ليلا تنو جني يشفن علماتنو ليلا سونت تشفنو كأن كنفنا إجو أو تثو تن عمرة يرجال ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود حج يقولون جاينا ركن اليمن يمين بالو اللزة الزاس تيتاي ولا الزاس تدرس من تلاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تلاله طيب فإذا أنهى الشوط السابع يعني هون طواف كشرسك بهلا سونة بمول تشفن والله ياك أني كتف كأني كن في وقت ينبرو أهون أسقبته تشفن والله مالتنو طيب يهدمو أهون يالكواتشو فتن فتن بلا بسوست زوريا صوت هيدا له دمو إجيه أو تته يعني كتكشا راكو تتونا له يالكو بطواف العمرة بطواف القدوم بيتشانو من جنة شو النزي طواف طواف العمرة عمرة لم يارقنو طواف القدوم دمو حج لم يارق متو بكا يزيارة زنبلو بكا سبات شوت يم يارق قدومي بلال بزيهنا شونجي بعيد جزيه مي درجوا تلك وطواف يحج طواف نزيه يدرجم مغناطهم عمرة سلال هوني طيب ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أهون طواف سبات زوريا كتشار سبوها لا كتشال يا أخوة أهون كتشال سنل عندما يتشال نقرأ شوالو بتلي بحج أي تشالم 1,000,000 سو بزا كعبة زوريا سيزور أنت يتنم تسجدو انقري راك بله تسجد له راك بله كذا بمسجدو كمسجد سات وطا راك بله تسجد له كتشاله جن يعني يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم مقام إبراهيم يبالو زال هو التركعة تسجد له ممكن هنا قر بنتنو بليلة ور كمتة عمره لمارق للتقني وتشيل له طيب ويسن أن يقرأ بزه للتركعة قل يا أيها الكافرون بأن النيا وركعة قل هو الله أحد بهول الثنيا ركعة بتسجد تقرونه بتقرأ مالتينه إيش إيه عمرة بلال إيه انتنو طواف يا عمرة طواف بلال إيش أهون وده ساعي النقبة ساعي يمي بلو الساعي في العمرة يأتي بعد الطواف لك طواف كش الرس كبهلا بقى هول الركعة كسجد كبهلا ما يزمزم يزمزم وها تتقطع له مالتنو لقبلة في تهرجه طرو نيارجه بتتقطعهم طرونه مكنياتهم نبياتش من لالو ماء زمزم لما شرب له يعني لت أنا بله كتتطهو ويم لعند امتفلقو نقر نيارجه بتتقطعو إن شاء الله الله يقبلوا له طيب كذا هلا هون وده ساعي نهدالة ساعي مالت يا سبات الشوط صفا والمروى ميروتوت السنو ساعي مبالو فإذا وصل الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله صفا مجملة ستقرأ بسنو مجمرو يهن آيات قرأ الله مالتنو عندك زي كقرهو بكا ليلا زي اعتدقمو إن الصفا والمروة من شعائر الله تلاله قتله داقتو توات الله مالتنو يصفا ونداقت نش
كف بلتوت أنا ثم يرقى على الصفا إن تيسر كتش على مالتنا ويستقبل القبلة ودى كعبا في تهرقه إجهن ودى لاي أنسته من تلاله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سوست قزين تلاله طيب يبلت أدومو الله أكبر ثلاثا وبحمده دومو بتشمر لتورنو الله أكبر وبحمده ويم الله أكبر تلاله ويقول كذاك طلع من تلاله قريه ودك إبلان وياله إجهن ودلا ينسته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده يهم بالتلم بتام ترونو ثم يدعو بما يحب كذاك طلقن أنتم تفلقون دعارق الجهن سته ودق إبلا في ثارقه يفلقون بهوة بمولو تمنيو ينبرو دعا الزات رقال له قن إن يملو يا أخيرا دعا بتابزانو طرو لمسالي كجهنم دي عرقه جنان دي عسقبه بعد دنيا طرو طرو السراء دي عسره نا يهن نقر كذبها لا دمو يا الدنيا نقر دمو تتقلبان له ويمتتأيك عليه إشي كذبها لا وإذا كرر الذكر ثلاثا فذلك خير أهون يالكواتشو ذكر سوست قزي بتلو ترونو كالتشا لقن عند قزي تارقو عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له يملو ثم ينزل من الصفا أهون كصفا انقدي بسم الله بلو سعي لما جمرنو يوردال ثم ينزل من الصفا ماشيا يعني عادي أكهد ترى أكهد إيهده يجمرنا حتى يحاذي العمود المعلم بالأخضر عندك أي أرنقادي مبراتي تبرابت عليه الزاسة تدرس روت تلاله تنش روت عليه يعني فتن 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 بله إسراع إلو تالي بات إيه روت كتهيدا له مالتنا طيب كذب هلا اسكم دنو هلتنيا أرنقادي مبرات عليه اسكزا درس يعني يمت روت بات بوتا በሁለት መብራት የተከለለ ነው ከአንደኛው አረንጓዴ መብራት እስከ ሁለተኛው አረንጓዴ መብራት ትንሽ ፈጠን ፈጠን ይያልክ ተሄዳለ ይህ ለወንድ ብቻ ነው ሴት እንደዚህ አታረግም طيب ከዛው ኋላ ከዚህ ቀጥለን فاذا وصل الى المروى አሁን እንግዲህ ከሰፋ ነው የጀመረው مروى ከደረሰ የነው ሁለተኛው ዳገት ማለት ነው አንድ ዙሪያ አበቃ ማለት ነው እንደገና ተመልሶ አይደለም ዙሪያ የሚባለው ከሰፋ እስከ መርዋ አንድ ዙሪያ ይባላል فقد اكمل الشوط الاول ويستحب له ان يرقاها እንደገና መርዋ ትንሽ ወደጋቱ ትንሽ ከፍ ብሎ ويستقبل الكعبه ደሞ ወደ ካዕባ ፊት ዋርጎ ثم يقول ما قاله على الصفا بصفا لو تنتنو لا اله الا الله وحده لا شريك له من امن يالو بمولو يلال كذا هلا ደሞ الدعاء ደሞ ያደርጋል طيب ثم ينزل الى الصفا ويمشي اهون كمروى ود صفا ሁለተኛ زور ማለት ነው يملسል ማለት ነው ከዛ በኋላ አረንጓዴ ሲደርስ እዛ ትንሽ ሮጥሮጥ ይላል يعني ከዛ አረንጓዴ ካለፈ ደሞ ቀስ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ለወንድ ነው እሺ እንግዲህ አሁን ጠዋፍ አይተናል ሳዒ ደሞ አይተናል በዚህ አይነት ሰባት ሳዒ ታረጋለ ሶስተኛው حلق ጸጉርህን መላጨት ሶስተኛ ነው በዑምራ بعد السعي يحلق المعتمر او يقصر من جميع شعره ወንድ ከሆነ በሙሉ የራስን ጸጉር መላጨት አለበት والحلق ወይም ደሞ ያሳጥረዋል በሙሉ ጸጉሩ አንዳንድ የጀህል ሰዎች የሚያረጉት አይደለም ዝም ብሎ ከዚህ 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 ቆረጥ ቆረጥ አርጎ በቃ ይበቅላ ጠቅላላ ጸጉር የራስን ጸጉር ወይም ማሳጠር ወይም ደሞ ሁሉ መላጨት ነው والحلق افضل باللاچ ነው ጥሩ ምክንያቱም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ጊዜ يعني ረህማና በረካ ይስጠው ያሉት ለእንትን ነው ጸጉሩ يعني ጸጉሩ የላጨ ሶስት ጊዜ ረህማና በረካ ይስጠው አሉ ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ደሞ ለነዛ የሚያሳጥሩ ስለዚህ በረካ አለው يعني ላጨው طيب ከዛ በኋላ الا في حاجه واحده يعني يمتساطر وما تشمسله ود حج بلا ستهد ان متمتع كهونك متمتع مالت عمره ارغه اندغنا هلت قنا صرفه حج يمتل كهونه اتلاچو مكنياتهم كلاچو لحج اندغنا لملاچ ستفلق انت يعني طغور اتاغنم سلازي
ዑምራ ስትጨርስ ተሳጥረዋለህ ከዛ ሁላ አንድ ቀን ሁለት ቀን አሳርፈህ ሐጅ ብለህ ስትገባ ደሞ በሐጅ ደሞ ትላጨዋለህ ማለት ነው طيب وبهذا نعم وبهذا انتهى اعمال العمره በዚህ እንግዲህ ዑምራ በዚህ ይደመደማል ማለት ነው ምክንያቱም ዑምራ ማለት ጠዋፍና ሰባት ጠዋፍ ሰባት እንትን የሸውጥ ሳዒ እና ጸውግርህ ማሳጠር ወይ መላጨት በዚህ ዑምራ ይተመማል ከዛ ኋላ ልብስህን አውልቀህ ሐጅ ከሆንክ ሁለት ሶስት ቀን ተሳርፈና ስምንተኛ ቀን ሲደርስ ሐጅ ትላለህ طيب ዑምራ ብቻ ከሆነ ግን ይሄን አርገህ በቃ ወደ አገር መመለስ ነው طيب ዑምራት المرأة ሴት እንዴት ነው ዑምራ የምታረገው المرأة كالرجل في الطواف والسعي الا انها لا ترمل لك انتو عمره سيتنا وند اي ليم يمن ليو مندنو مجمرا سيت روت روت اتلم بالذات بطوافو يعني انتن يروطش اتهدم عند ثانيا دومو بسعي دومو اتروطم ثالثيا دومو تكاشاوان كفتا اتهدم يي كالون مستقر تقلالا يا وندنا يا سيت عمره عندناچو جن በራስ እንትን የራስ ጫጉር ስንደርስ ሰው ወንዱ ሁሉ ሲላጨው ሴት ግን በሙሉ ጫጉሩ እንደዚህ ጭብጥ አርጋ ከመጨረሻው ያኒ አንድ ሩብ ጣት ወይም አንድ ሶስተኛ ጣት የምትሆን በመቀስት ቆርጣለት ማለት ነው አባባ ላይ ገባቸዋል ያኻ ያኒ مثلا ጫጉሯን በሙሉ ትጨብጣውና ከዛ ከጣቷ ከእጇ ይጨብጣ ትንሽ ያንድ ጣት ሩብ የሆነችው በመቀስ አርጋ ትቆርጣለች በቃ አትላጨው ወይም ደሞ ከሁሉ ያሳጠረት ትቆጣው አይባልም نعم اذا اركان العمره ثلاثه አሁን እንግዲህ عمره 3 ምሰሶዎች አሉ እንላለን 3 ይሄን በደንብ ማጥናት አለባችሁ عمره 3 ትላልቅ ምሰሶዎች አሉት አንዱ هو الاحرام احرام ማለት በዛ ሚቃት ወይም ደሞ በዛ ገጠር ያልነው ከመካ በፊት ያለው እዛ ስትደርስ ለበይክ اللهم لبيك لبيك عمره بالهنيه متታረገው احرام ይባላል ይሄ አንድ ሩክን ነው ምሰሶ ነው እሺ ሁለተኛ الطواف ያልኳችሁ طواف ነው ሶስተኛ السعي صفا والمروة እነዚህ ሶስት ከነዚህ አንድ ከጎደለ عمره ፈርሷል ማለት ነው لكن واجبات የሚባላል واجب ማለት አሁን كفرض كركን በታች ነው ይህን ዋጅብ ከተውክ ደም ይወጅብብሃል ያኒ ደም ማለት በግ ታርዳለህ አንድ ያ ያልነው ሚቃት የተባለው ገጠሩ ተሻግረህ ኒያ ካላደረግ ሳታደርግ ያኒ ኒያ ሳታደርግ ይህን ተሻግረህ መካ ውስጥ ከገባህና በመካ ለበይክ ብለህ ኒያ ካደረግ አሁን በግ እረድ እንላለን ሁለተኛ ደግሞ الحلق او التقصير ያኒ አንድ ሰው ጸጉሩ ሳይሳጥር ወይም ሳይላጭ ወደ አገሩ የተመለሰ እንግዲህ በግ አለህ በግ አርደህ በመካ ለመካ ምስኪኖች ስጥ እንላለን እና በዚህ ዑምራ ይተምማል እንላለን طيب ከዚህ ቀጥለን ናም ያኹዋ እንግዲህ ከዚህ ቀጥለን ስለሚደጋገም ብዙ ጊዜ ስለሚደጋገም ህጎቹና ደምቦቹ የሚያቀ ብዙ ሰው ያቃቸዋል ደሞ ቀላል ነው ልታውቁ ሲያም ራሱ በየአመቱ ስለሚመጣ ታቃለህ ምንድነው የሚያፈርስ ምንድነው የማያፈርስ ታቃለህ የሐጅ ግን እነቴ ነው መጀመሪያ በህይወታችን አንድ ጊዜ ስለሆነ ብዙ ሰው የሐጅ መጽሐፍ ያነብም ወይም ስለ ሐጅ ብዙ ደሞ እንትን አይጠይቅም ስለ ዑምራ ስለ ሐጅ ምክንያቱም በህይወት አንድ ጊዜ ነው ወይም በአመት በአስር አመት አንድ ጊዜ ስለሆነ ነው ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ደሞ ትልቁ ችግር ምንድነው ቦታዎችና ሁኔታዎች አሉ እኛ የማናቃቸው ለምሳሌ ሙዝደሊፋ ይላል አራፋ ይላል መካ ይላል ሚና ይላል ጀምራት አልዓቀባ ይላል ጀምራት ወስጣ ይላል አይደለም እነዚህ እነዚህ መሳሰሉ ቦታዎችና ቃላቶች
በህይወቱ ሙሉ አንድ ጊዜ ስለምትሰማቸው እንደ መያዛቸው ትንሽ ያቀታል አለበዝ ለምስና በጠቅላላ ምን ለማለት ነው ይፈልኩ በተለይ በተለይ እነዛ ሰዎች ለሐጅና ለዑምራ ንያ ያላቸውና እቅድ ያላቸው ሐጅ ለማድረግ ወይ ዑምራ ለማድረግ በደንብ አርጋችሁ ብትከታተሉኝ ነው የሚያዝ እንጂ ትንሽ የሐጅ ጉዳይ ከበድ ይላል እላለሁ እስቲ አሁን ቀጥታ ወደ ሐጅ እንግባ ዛሬ 8ኛ ቀን የዱል ሐጅ 8ኛ ቀን ማለት ነው يحرم الحج من مكانه اذا كان متمتعا እንግዲህ አሁን ሁለተኛ ሶስተኛ ለብደግመው ጊዜ እናቃጥላለን متمتع ምንድነው አቃቸዋል مفرد ምንድነው አቃቸዋል قارن ደሞ ተገልጿል በደንብ አሁን አንተ متمتع ከሆንክ متمتع ማለት يعني عمره ጨርሰህ ሁለት ሶስት ቀን አሳርፈህ አሁን 8ኛው ቀን የዙል ሐጅ ለሐጅ ብለህ ንያስ ለማለት እየተቀራረብክ ነው አይደለም وذلك يوم الثامن 8ኛው ቀን ማለት ነው قبل الظهر لابد كظهر بفيث لبيك بلا حج بلا نيا ማለት አለብህ እሺ እነዛ مفرد ይሆኑ ግን በቃ ሲገቡ በከዛ ሲገቡ ወደ መካ ሲገቡ ንያ አድርገዋል እንዲያውም ልብሳቸው ከነሱ ጋር ያለው አላወጡትም እና ምንም ለውጥ የላቸውም እነሱ በቃ ሐጅ እስከሚጨረስም ብሎ ነው የሚቀጥሉ ናም ይህ ግን متمتع የሚለው ልብሱና ምናምን አውጥቶ በቃ እንደፈለገ ይሰራ ነበር እስካሁን ድረስ አሁን 8ኛው ቀን ነው ከዙሁር በፊት لبيك اللهم لبيك لبيك حجን ይላል ወደ ሐጅ ይገባል طيب አሁን በሚና ነው ያለው በሙሉ የሐጅ የተባለው ሰው በ8ኛው ቀን واجب نو كمينا موطات يلبتم يصلون في مينا خمس اوقات بمينا هونو امست صلاه ظهر نعم عصر مغرب عشاء وصلاه الفجر لما قستو معناتنو انذي امست صلاهوتش بمينا مسجد يلباتشو اشي دومو سيسجدو قصر نو ميسجدو معناتي ظهر አራት ረካ ከመስገድ ሁለት ረካ ብቻ ነው የምትሰግደው አስር ሁለት ረካ ነው የምትሰግደው መቅሪብ አይቀነስም ኢሻ ደግሞ ሁለት ረካ ነው የምትሰግደው ፈጅር ደግሞ ልክ እንዳለው ሁለት ረካ ትሰግዳለህ ወይሰኑ الاكثار من التلبيه በዚህ በሚና በ8ኛው ቀን በሚና ነው ያለውና ብዙ ተልቢያ ማብዛት አለብህ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ያልك በቃ ጊዜ ማጥፋት የለብህ ማለት ነው ويبيتون في منى ደሞ እዛ ማደር አለብህ ከሚና ወጥተህ ማደሩ በጣም ትልቅ እንት ነው ጥሩ አይደለም ደሞ ትቀጣለህ ምን ደም ትቀጣ በመጨረሻ ነግርሃለሁ طيب አሁን 8ኛው ቀን በዚህ ጨረሳል ማለት ነው ወደ 9ኛው ቀን ገብተናል 9ኛ ቀን አራፋ ይባላል يوم አራፋ ወቁፍ ይባላል ወቁፍ ማለት ነው ህዝቡ በሙሉ ሐጅ የተባለ ህዝብ በአራፋ የሚባለው ቦታ አለ ትልቅ ሜዳ ነው ደሞ አንድ ተራራ አለው እዛ قوموا يولالو معناتنو بمول قانون بمولو بعد طلوع الشمس انغدي مجمرات صحاي ستوطا 9ኛው ቀን አራፋ ማለትየነው يذهب الحاج الى عرفه كل سو ود عرفه هيدال انغدي باديس ابا ያላችሁ በአውሮፓ ያላችሁ ሩቅ አገር ያላችሁ በቴሌቪዥን ታያላችሁ አይደለም እነዚህ በሙሉ لبيك اللهم لبيك ያሉ ود عرفه هيدالو ማለትነው ثم يصلون الظهر والعصر جمعا نعم እዛ እንግዲህ ዙሁር ከገቡ ወይም ከዙሁር በፊት ከገቡ እዛ አረፍ ይሉና ዙሁርና አስር ባንድ ላይ ይሰግዳሉ ማለት ነው ያኒ ሁለት ረካዓ ዙሁር ሁለት ረካዓ አስር በዙሁር ጊዜ ይሰግዳሉ هذا جمع تقديم بلال من ማለት ነው አስር ወደ ዙሁር ሰብ አርገ ከዙሁር ጋር ሰግደዋል ማለት ነው እዛ ጊዜ እንግዲህ ኹጥባ አለ በመስጊዱ ከሰገድ ኹጥባ አለ ኢማም ኹጥባል በመስጊድ ካልሰገድክ ደግሞ በዛ በሰፈርህ ቦታ ሆነ ሁለት ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ እንላለን هذا اليوم هو اهم اركان الحج يا اخوه بدم بسموني حج ከአዲስ አበባ ይሁን ከአውሮፓ ይሁን ከሳውዲ አረቢያ ይሁን ከማንኛውም ቦታ መጥተህ ለፍተህ ደክመህ ይህ ቀን እንዳያልፍብህ አራፋ የሚባለው ቀን በጣም አስፈላጊና ምሰሶ የሆነው يعني የጀርባው ትልቁ ምሰሶ የሆነው ይህ ቀን ነው ማለት ነው نعم يقول اذا فات ليس له وقت ይህ ካለፈብህ በቃ ሐጁ በሙሉ ፈርሰዋል ለሚመጣው አመት ነው እንትን የምታረገው يعني حج የምታረገው እንጂ ለምሳሌ طواف عيد ካለፈ ለማግስቱ ለማረግ ትችላለህ أسعي كالفة لما قصوا لمارك تشيل الله عرفاقن أندث كأنشنا ومارثنا في هذا اليوم يا أخوة بزيه كان بثلي كظهور بهالا اسك مغربي اللو قزي
وتتنا من لبلاچو مار وتت قبيه يفلقاچون بلوت ورق الماز يفلقاچون سييموت كبادنا بتام اسفلاغي هونو كان يهنو بتلي كظهر اسك مغرب يالو. يقول في هذا اليوم يستقبل الحاج القبلة ويجتهد في الدعاء والذكر. نعم نبياتشن بزوا درا يالوت مندنو بزيه كان عندت قاليا وطحت كافه الله يقبلاتال يفلقون دعاء بالتارق ونسينو يا الدنيا نا اخرى دعاء بالتارق الله سبحانه وتعالى يقبلو كان تلقو كان يهنونا بكنتو انداتا تفاو مساك مجعوات زنبلة مسجل لنا انت اكتب ريكورد مكفت ماورات تسبسبه ماورات ونثينو يبت انت اللي قنجلو بزيك ان بزودو اعتاب زال الهلال ولا يضيع لحظة عند دقيقة بيهونم ما سالف يلبهم حتى اندان دي قودنيو چالو بك الياج اوتو سفلو لا زاري الادلم بيتشهن قلل بلهزة ودك ابلا كوش بله تالك سالله دعا ترقاله يالفون زنبنا وانجل يالفو بزو نقر تستاو سالله يا رب غفر لي تلاله مانو الانت ماني غفر لينيال اني بك اسنت شلوك ونا سنت ترارا ترقيج امتاهو الزيه بوتاهن يلي لمن احنين انت قيتها منام بله بدب بارقهم دعام ترقبت كأنه قالوا إما في الدعاء تشغل نفسك هو النثر بتأم إما دعاء تبزله ويمدم الذكر تبزله ذكر مالت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إذ نزي يمدم كسلة شهدم قرآن دم تقرأ له كذي كل النتوتة دعاء ذكر قرآن. طيب يقول ويكثر التضرع. تعرفون تضرع ما ثنو أنت بتأم زك اتهنانا بتام يعني يتورجك سونا بتام سنف مهونكن كالله مالتين كالله زند بتام زكتنيا مهونكنا باريا مهونكن كذا هلا بزو انجل دا درك بزو ندبدلكنا بزو انداتفى بقى قوم بس بله سبربربر بله الله المتأيك بزيك انو ميسفل لقوالي. والخضوع خضوع مالتي يعني تهتنا تساير لله والضعف والافتقار دها مهونكنا بتقام دكاما مهونكن وانجلنيا مهونكن انباهن يعينهن انبا بقى دلك اندقور فيه وطا الله نمتلم من بدك ان يهنو اننا لن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش سلزيك المن يالو خير الدعاء. من ماتنو خير الدعاء يبلت دعاء له خير الدعاء دعاء يوم عرفة. سبحان الله يفلقون كان بمتى كزهور اسك مقرب يالو يوم عرفة يدركوا دعاء الله سبحانه وتعالى بانتنا بالله كالكالي لما لثنو. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت دمو الله لما استوس ذكر لما ركف لك عليه يلو الى النبي صلى الله عليه وسلم اننا كنيب فيت ينبروا نبيوش بمولو هلاچن يمنلو ينبره بزيه كان عند ذكر لرغراچو قالوا نبياچن. نعم يقول وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقال اننا كنبا فيت ينبروا نبيوش بزيه كان بعرفه كان بزو غزي ان دغاغمو نبر قالوا سلازي انت نبيوش اكو اندزيه انتن يالو انت ما بتام بتام زقتنيا هونك فطرت بزو ينغر اندزيه مالت ينوربحل. وتكثر الدعاء دمو نبياتشن يدغاغمو منالو يالهن دعاء ارغ فرغ هاوصاو اهون مندنو متفلغو جنة كجهنم لي اسرقهنو جنة نو متفلغو. نعم انا نو متفلغو ايمان نو متفلغو. نعم لجوش نو متفلغو دمو عند مراد الله يبيته شجر الله ان الله سبحانه وتعالى استي يهن نغر اقنالين بوزو نغروش قالو انتنا يانت جيتا يمياقوت نغر يمتاوقوت نغر زاري طيقو ونتي نو بزيه كان طيقو. وتكثر الدعاء وان كانت بالماثوره فحسن. يا دعاء متارغو نبياچن يتوث دعاك هوني كحفزكو طرو نو قال هونه كن بلبه ياله والله اقول لكم بصراحه بامرنيا بيهونم باورومنيا بيهونم بتغرنيا بيهونم يفلقون بسلطيا بيهونم بمنينياوم نجر الله يقوانقاوچ جيتا نو اله نو اسو نو يفطراچونا بمتاوقو بمت انتنارغه دعاء بتارغ الله يقبلوال الهال. طيب دعاء بقى بزو دعاء رغه تنش كدك كم كالو اقرا القران يحفزك ويم كتاب رغه اقرا
አልሆን ያኒ የሚጣላው ምን መሰላችሁ? ዝም ማለት ወይም ደሞ ከጓደኞቹ መጫወት ነው የሚጣላ እንጂ ዝክርና ዱዓ ማብዛት አለበት በዚህ ቀን። እኔ እነሴ ነው ሸክ ኢብራሂም መጅኑን ነው አብደዋል እስከምትሉኝ ብዙ ደጋግመዋለሁ፣ ምክንያቱም በጣም አስፈልግ ስለሆነ ይሄ ቀን ማለት ነው። እነሴ ነው አንድ ሰው የሺ 10 ኪሎ ሜትር ተሻግሮ የሚመጣ ይሄን ቀን ለማግኘት ነው። طيب وهناك فائده ደሞ አንድ ነገር ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ኢሰይሚን ረህመቱላህ አለይ አንድ ትልቅ ፋይዳ ሰጥተውናል በዚህ ቀን። ምን አሉ? قال اذا كان يصعب عليك الاكثار من الدعاء دعاء لما رج تشرسوال بقى يحفزك دعاء لك عدلهم اهون من لبل بقى طفانيكو بقى دعاء يحفزك تالك دومو من ني دعاء لشل منام بلا كتهچنك قالوا عند منجد ستهون الشيخو من قالوا مساله قران تقرا له ني قران تقرا له عند ايات تقرا لهنا كذاش اياوطته راسه دعاء تارجا له انديت لمثاله يقول مثلا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس ادلم يمتلو يهن تقرانا كذا هلا امتلال يا ربي انيك وسواس ادنني يا ربي وسواس يميلو شيطان يميلو جن يميلو بچنقلاط يا غبطو بزو وسواسنا بزو حساب يميامط ابني كذا ارقني تلاله كيت نو يمطاوي راسو قران اندزي يلال من وسواس الخناس يلال كذا دوم عند دعاء تاوت الله له. لمثال يقول سبحانه وتعالى بالقران من يلال جزاؤهم سلاذا كفار سيناجر جزاؤهم عند سلامؤمنوچ سلامؤمنوچ سيناجر الله سبحانه وتعالى من يلال جزاؤهم عند ربهم كفياتشو بالله زنداله جنات وعدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا الى القران ينقر ست قرام تلاله يا ربي اني اسالك الجنه جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا جنات كانت تطلب الله تلاله. لمثال ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم الى الله سبحانه وتعالى يا ربي اني كجهنم بطام ارقني اني جهنم الفلقم كفر الفلقم الله كفر ارقني تلاله ان لمثال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد تقرا له يا ربي كنزا عندنه بلو يمسكروا له اتولدم 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 بلو يمسكروا له عنده كنسو نينا ان كنزا مؤمنوش مسلموش بله صافني اني كنسو عندني بله دومو انت تلاله ان قران تقرانا كذا قران تاوت الله دعاء الى له. طيب ويكثر الصلاه على النبي دعانا ذكر منام كبزه دومو لنبياتنا ترساتشو صلاه على النبي دومو تابزاله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يالك بزو اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بله بزو صلاه لنبياتنا ترغاله. وتذكر من افعال الله في هذا اليوم شيئين دوما ان الله يميادرغاچو بزيح قن بتشا الله انزا بچنقلاطه متتو يعني ماستاوس الله مندناچو عند ان الله يباهي في هذا اليوم بالحجاج ملائكته سبحان الله 2 مليون بصحاي سر قومو انت عينت لبس لبسو بقى بطمات بصحاي بمن بدكام قومو يا رب لبيك اللهم لبيك سيلو الله سبحانه وتعالى يكورالالو سبحان الله انياكو اونتينو انكون 2 مليون يا عالم حزب بمولو بمولو بمول يالو فطرت بصحاي سر قچ بلو ويم قومو يا رب يا اله بل والله لا الله سبحانه وتعالى بنقسنتنا بملكنتنا بتلقنته مرفيه متهل نجر ان تشمرلتم دمو عالم حزب بمولو تسبسبو انت الله اناقهم بانته كفرنال بانته انيا كهديوچنن بلن لا الله بنسدبو يا نقسنتنا مملكاونا كبرت كبرتو كبرنتنا اندزي تلقنته ለዛ ደሞ ትንሽ መርፌ የምታል እንቀንስለት አንችልም እና ነገሩ እንግዲህ ጥሩ ይሁን መጥፎ ለኛ ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 2 ሚሊዮን ሰው በጸሃይ ስር ቆሞ ያል ለበይክ اللهم ለበይክ ብለው እንትን ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶቹን ይጠራና እናንተ መላእክቶች ይላልና ይሁላችሁ እነዚህ የቆሙት ሰዎች እኮ ለኔ ክብር ነው ብሎ ይኮራል። ነቢያችን ኮን እንደዚህ የሚሉ ይባሂ ያኒ ይኮራል እና አላህ ከኮራ ምንድነው? አላህ እንደ የሚያስኮራ ነገር ካደረክለት
የታወቀ ነው ምን እንደሚሰጥ ጀና ነው የሚሰጥ ቆፍራን ነው የሚሰጥ ማለት ነው ይሄ አንድ ነው እና በዛች ቀን ይህች ነገር በጭንቅላት አርግ አሁን እኮ አላህ እንደዚህ ይያለ ነው ብለህ ታስባለህ ሁለተኛ ثانيًا يكثر الله سبحانه وتعالى تلك نغير هندا يالف يكثر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العتق من النار دمو 365 قنوت قالو بعامت ادلم كنزي 365 قنوت بزيح قن يمياوطاچو الله كجحنم يمياوطاچو سوچ بزيح قن يبزو ناتچو عتق مالت ممالتنو لجحنم يتبالو سوچ بزو وانجل ينبراچو كنزح حجاج ويم كليلا ان الله بقى ببزو كجحنم نصا يمياوطا بزيح قن سلهوني ይህ ቀን ማስተዋወስ አለብህ ምን ትላለህ ያ ረቢ ነቢያችን ነገሩን እኮ በዚህ ቀን እኮ አንተ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ነው ከጀሃነም ከቅጣት ነጻ የምትላቸው በዚህ ቀን እኮ ነው ከነሱ ለምን አታረገኝም እኔ እኮ የመጣሁት እኮ ከአዲስ አበባ ከምን የመጣሁ ከአውሮፓ ስንት ገንዘብ ከስሬ ስንት ጉልበቴን እንትን አድክሜ የመጣሁ እኮ ይሄን ነገር ለማግኘት ነውና ያ ረቢ አረባ ከጌታዬ لن انديت نو لني الغفر كما لما تغفر الله اني اكو نو دكام ما سو بطام ازي يمتاهو له بلا ان باهن رقف يا درك يمتلمنو بزي كان والله اقول لكم بصراحه الله زغزي انت حياء يزوال تقالك حياء حياء مالت يعني ما ادري بتغنيان ماكو حياء حياء يعني دس هاي لوم اجهن بادو اندي لك يسات قال يعني بك انتن يافرال انتن زنبلو بادو اجهن اندي ملسه نا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا النبي هاتش من لالو ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو እንደዚህ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጀሃነምና ከቅጣት ነጻ የሚላቸው ሰዎች በዛታቸው እንደዚህ ቀን የለም ይላሉ ከዛው ሐላ ወኢነሁ ለይድኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بعظمته وجلاله ለሱ የሚሆን ክብር ይሰጠውና ይወርዳል አሉ يعني እንዴት ይወርዳል እንግዲህ እሱ ነው የሚያቀው يعني ይቀርባል ወደኛ ይቀርባል ለይድኑ ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما ارى ما اراد هؤلاء ود انت كملائكه قربو من يلال يعني انزه من دنو يفلقو يا قالكن من دم نفلق يا قال كن ملائكهچون يطيقال انزه من دنو يفلقو بصحاي سر بقى بقى بزو يمتشجروا من دنو يفلقو يبلو يطيقال ان الملائكهچو دومو يا ربي قفران يفلقالو جنة يفلقالو رحمه يفلقالو يلالنا كذا هلا الله دومو سبحانه وتعالى يميفلقون حزب كذا كنار ነጻ ይለዋል ጤና ያልነበረው ጤና ይሰጣዋል ልጅ ያልነበረው ልጅ ይሰጣዋል ብዙ ወንጀል የነበረው ወንጀሉ ነጻ ይለዋል እና በዚህ ቀን ትልቁ ሀብት ይዘህም ተመለስበት ቀን ነው እንላለን እና አደራ ነው ምለው የፈለገውን ነገር ጓደኛህ ወዳጅህ ቢሆንም ልጅህ ቢሆንም አባትህ ቢሆንም በዛች ቀን እንጫወት እናውራ ቢልህ ላ ትለዋለህ ብቻህን ገለል ብለህ አንድ ሰው የማያቆቁጭ ብለህ በቃ ስንት ሰዓት ነች እስቲ ከዙህር እስከ መቅረብ ያለች 5-6 ሰዓት ይህችን ነገር እነቴ ነው የአመቱን በሙሉ ባንድ ሚዛን ብናረጋው ይህች ቀን ባንድ ሚዛን ብናረጋት ይህች ቀን በጣም ትንት ከብዳለች ነው ምንለው طيب እሺ አሁን 90ኛ ነው እንግዲህ 90ኛ ቀን ነው ይሄ ማለት ነው አሁን الانصراف من عرفه كعرفه እንግዲህ ፀሐይ ለመጥለቅ ስትል እንዘጋጃለን ከአረፋ እንድንወጣ ነው አሁን ينصرف الحاج من عرفه الى مزدلفه بعد غروب الشمس ولا يجوز ان ينصرف قبل غروب الشمس ان ፀሐይዋ ስትጠልቅ ከጠለቀች በኋላ መቅሪብ አንሰግድም ፀሐይዋ ከመጥለቁ በፊት ከአረፋ መውጣት ክልክል ነው ፀሐይዋ ከጠለቀች በኋላ ግን መቅሪብ ሳንሰግድ ወደ ሙዝደሊፋ ሙዝደሊፋ ምንድነው ሙዝደሊፋ አንድ በረሃ ነው ግን ትንሽ ወደ መካ ወደ ሚና የሚቀርብ ነው አሁን ብዙ ንጓዝና በእግራችን በባስ እንሄዳለን ሙዝደሊፋ እንገባለን فاذا وصل الى المزدلفه مزدلفه ከገባን ሙዝደሊፋ ማለት አንድ ትልቅ በረሃ ነው እና በሙሉ حج የተባለ እዛ مقرب تنستو العشاء ويمدمو قماش لليت ازاي قبالنا ازا ثنيتو يا درال بمولو حج مالتنو فإنه يبدأ بصلاة المغرب والعشاء مزدلفة كقبان بهلا هون مقرب الفوال أدلم العشاء بتقام قبتوال ودوست قبتوال أدلم أهم منا رقال لن
مقرب النا العشاء بان نسجدالن مجمرة مقرب سوسترك عن سجدالن أذان أرجن إقامة أرجن نسجدالن كذا عندنا هلا الثانية إقامة أرجن دمو العشاء هلا ترك عن سجدالن كذا ولا الثانية له بتأمنوا متثنيا نعم طيب حكمها بمزدلفة مثنياته ويم بمزدلفة ما دروا حكمه من دنو بنل واجب بمزدلفة على الدرسو يقتل دم بق ردنو من لو سلزي تلك واجب تثوالنا لالن طيب ولا يجوز الخروج من مزدلفة قبل الفجر اهون ازا ادرح ادلم صلاة الفجر ساتسجد دمو كفجر بفيت كمزدلفة موتات يلم اهون كعرفة موتات صحي ساتتقلكم يلم على النم اهون دمو فجر سايهون دمو كفجر بفيت دمو كمزدلفة موتات كلكلنو يقول إلا لعذر عذر يا الله شو لمسالة شما قل لوش سووش ويم دك كام ما سيتوش ويم هسانوش منامن كالله كان تقا اندزي كانون مستقر عند سو بأقرو يم مهد انا ما سو كفجر بفيت مهد يلبثم كمزدلفة مالتنو طيب اهون كمزدلفة فإذا كمزدلفة انقدي لما قواز كسنفلق إذا صلى الفجر يستقبل القبلة بمزدلفة صلاة الفجر صلاة الصبح كسجدن هلاتشن ودك إبلا في تاتشن أرغن يكثر الذكر والتكبير والدعاء أن فجر كسجدن إيان دان داتشن هونن ودك إبلا أدرغن بزو دعانا بزو ذكر نادرغن لن اسكم يتشي تصحيوا اسكم التوتا تنش تصحيوا لموت أثبلا بيش نقر سيهون ننتنو سمايو اسكزها درس بتقام أمانك هي شيء جزيرهمو الله مكبلو جزيرك أشرناك يعني بقمة ساعتناك إن نعم إن رافع أن يديه هلت إجه ود السماء ثان سنة ويستمر حتى يصفر جدا سماء بج أسكم يهون درس زنبله دعانا ذكر تابزله فإذا أراد أن ينصرف أهون ود منا ود بوتاتشن مارثنو أم مستك أني من قيبت منا يمي بالو تلالك بوتا خيما يعلو مارثنو دون قواني تسرابت ود الزاس النهيد ألو سبات سبات انتن دنقاي يعني تسبس سبارله كذا كمزدلفة سبات ويم كمنا ويم كمزدلفة سبات دنقاي تسبس سبارله مارثنو سبع حصيات لرمي جمار اليوم نعم يا زاري أهون عيد أدلم أهون أكو عيد قبتنال أسرين يوك أنيح عيد قبتنال إن بزيه كان عند اللي جمرة يمي ورا وردن قاي عند بوتالي لزا سبات بيتشانو عيد هاي عند أدلم عيد سبات بيتشانو عند شيطانو ممتا الزاقزي إن سبات دن قاي سبات سبات له يقول فقط أو دمو يمتسبات سبات شو ندزي دنگاي راسن يميهل دنگاي ادلم ويم دومو طيف يمتهل ادلم ندزي باك الا يمتهل فول يمتهل الا ادلم ندسوا دنگاي سبات تسبسبنا دومو مانينيوم دنگاي لي هون يچلا انداندوچو جهلوچ من يارغالو يهن ياطبالو بسومنا بوها ارغو ياطبوتال انداندو بماي زمزم ارغو ياطبوتال انداند تفتفت بلا قران يقرلتال لدنگاي كونو يهلو يلهله نغر نو طيب كذا بهالا اهون انغدي عيد گفتوال زاري عيدنا أسرن يوك المالتنا يوم العيد ينصرف الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس ويكثر التلبيات صحيح كموت أثوى بفيث تنش يعني لموت أثنش سيكارات لبيك اللهم لبيك يالي بمولو حج يتبالسو ود منى هدال فإذا وصل إلى وادي محسر وادي محسر من بلال بمنقد عند بوتانو إذا ستدرس روت 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 بله تالف بات الله يه بوتا بتام أدقن يانو ونا نبياتشن كزي ستالف بتام روت روت إيالك تالف الله مالتنو طيب كذا هلا أهون ودا منا قبان ودا دونقوان أتشن مالتنو ودا بيتا أتشن إذا يتسرر دونقوان إذا نعرفنا تنش عرف بلن كذا هلا بزيح عيد يمي الدرقو تسرى اللو عند باند هون نقراتشو اللو من دم يسرو أكثر أعمال الحج في هذا اليوم وهي على الترتيب إن بزيح كاني يسرو أبزان يوتشو يا حج نقروش بزيح كاني يسرو ناتشو إن أهون كدما تكتل لنقراتشو أهون يدركوا أهون يملو نقر إني أهون يملو نقر كدما تكتل أرقاتشو كذا أرقاتشو بطعم طرونو لا إني أهون عندن يو زاري لما أرقال تشلم
ሁለተኛ ነው ካልከ ደግሞ ተዘባርቆ ከተደረጉ ምንም ነገር የለውም እሺ ምንድናቸው መጀመሪያ ራሚ ጀመራት አልአቀባ አሁን ይህች ሰባት ድንጋይ የሰበሰብካቸው ቀጣ ተሄድና ወደዛ ሶስተኛ ሸይጣን ነው የምትለው እንግዲህ በቋንቋቸው ለናገር ሸይጣን የለም እዛ ላኪን ሸይጣን ነው የሚሉት እንግዲህ በባህል አነጋገር ለናገር እና ጀምረት አልአቀባ ይባላል ሰባቱ እዛ እደህ ተወረውራለህ ማለት ነው ሁለተኛ ተመልሰህ የሚታረድ በግ ካለ ለምሳሌ አንተ ሙተመተዕ ከሆንክ ወይም ቃርን ከሆንክ በግ አለ የሚታረደው አይደለም እና በጉ ታርዳለህ ማለት ነው ሶስተኛ ራስን ትላጫለህ ወይም ተሳጥሮዋለህ አራተኛ ወደ መካ ሄደ ጧፍ ታረጋለህ አምስተኛ ሳዒ ታረጋለህ ደሰፋ ወር መርዋ እነዚህ አምስት ነገሮች በዚህ ዒድ የሚደረጉ ናቸው በጣም ያደክማል ግን አንዳንዱ ለማግስቱ ለመቀየር ትችላለህ እነ ጧፍ እነ ሳዒ ዛሬ ካልቻልክ ለነገ ይችላል ለመሆን ይችላል ላኪን በዚህ ቀን ብታረጋቸው ጥሩ ነው እንላለን እሺ إذا وصل إلى ميناء أهون ميناء قبان هذا اللم اتجه إلى جمرة العقبة ياتش سبات دنقا إلى ما ورور هلاتشن هذا اللم وهي آخر الجمرات من جهة ميناء كميناء سوستنياو شيطان نوسو شيء سوستنياو جمرة مالتنو كمكا قن ودمكا سنهير قن أندنياو مالتنو سلزي إيه مجأر الشاي بالال جمرة العقبة من أولها من جهة مكة فإذا وصل እዛ سندرس አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር በገልጸው ማጋ ያለው ምክንያቱም እዛ ሄደ ታይዋለ فاذا وصل اليها قطع التلبيه በዛ ሸይጣን ያለበት ወይም ደሞ ድንጋይ የሚወራረበት ከዛ ከደረስክ لبيك اللهم لبيك خلاص አለቀ ካሁን በኋላ አይባልም በዚህ ጊዜ ይሄ ነገር ያቋርጣል ካሁን በኋላ አላሁ አክበር የሚባለው ነው የሚመጣው ስለዚህ ተልቢያ ወይም ለበይክ اللهم ለበይክ መቼ ነው የሚቋረጠው ብንል መጀመሪያ ዒድ ሰባት ድንጋይ ለመወርወር ስንሄድ በዛ ጊዜ ለበይክ ያቋርጣል ማለት ነው ወራሚል ጀመራት በሰብ ሐሰያት በሰባቱ አርገህ አንድ ያደረክ እንትን ትወረውራለህ ሙተዓቂባት አንዱ ካንዱ በኋላ ويكبر مع كل حصى عند دنگاي ستورور الله اكبر تلاله الله اكبر يالك ستورور له ويبدا وقته المستحب من فجر يوم العيد يعني يجمربت كان كصلاه الفجر يوم العيد جمره نو فان رمى قبل الفجر اخر الليل صح واجزا ويستمر وقت الرمي في الى طلوع فجر اليوم الحادي عشر ان اندالكواچو يعني ችግረኛ ሰው ያ ካለ ከፈጅር በኋላ ከጀመረ ምንም አይደለም ብለና አይደለም እና ይሄን በሙሉ ቀኑን በሙሉ እስከ ማግስቱ ሶላት አልፈጅር ያለው ጊዜው ነው ማለት ነው በማንኛውም ጊዜ ሄደ ለመወርወር ትችላለህ ማን የነዚህ ሰባት ድንጋዮች ማለት ነው طيب علماء من قالوا اذية الناس في هذا الرمي حرام انت بقى سوون مغوادات سوون مغفات ወይም መሳደብ ወይም ደሞ ኃይል ስላለህ ضعيف የሆኑ ሰዎችን መርገጥ እና መጣላት እዛ ጊዜ በጣም ከባድ ወንጀል ነው ቀስ ብለህ ሄደ ድንጋይን ወርውረህ መመለስ ነው على الحاج ان يتاكد من وقوع الحصى في حوض الشسم المرمى متወረውረው ደሞ